اهلا بكم مره تانية. الحقيقه رجال اليد يعني فريق عامل موسم استثنائي، موسم اكتر من رائع، وبصراحه النادي الاهلي في كل الالعاب هذا الموسم محقق لغايه النهارده اكتر من 15 بطوله. لكن هنتكلم شويه باستفاضه وبتركيز عن فرق اليد في النادي الاهلي سواء رجال او سيدات، نظرا لمنافساتهم القويه الحاليه في كاس الكؤوس الافريقيه. هنتكلم في كل هذه التفاصيل مع ضيفنا اللي منورنا، كابتن سامح لبيب نجم النادي الاهلي السابق لكره اليد وكمان مدير فني ناشئات يد النادي الاهلي. يا صباح الفل عليك، اهلا بحضرتك ومليون مبروك الشغل العظيم اللي حاصل. ربنا يخليك، ربنا يخليك، الف مبروك. اهلا كابتن سامح، منورنا والله. ممكن نبدا قبل ما نخش في التفاصيل طبعا والنجاحات المحققه دلوقتي على الارض، ممكن نخش نرجع شويه بالذاكره زمان وايام حضرتك طبعا، وفكره برضو الفوارق الموجوده بين زمان ودلوقتي في كره اليد تحديدا. بص انا اقول لحضرتك، هو زمان احنا كنا مسيطرين على كره اليد بالذات الفرق البنات، لان احنا كان الفرق اللي عندنا كنا اقوى لعيبه في مصر وما كانش فيه منافسات. دلوقتي بقت العمليه قريبه بيننا وبين الفرقه الثانيه، بقت العمليه قريبه. فابتدينا السنه دي بدعم طبعا مجلس اداره ودعم نشاط رياضي تاني نقف على رجلينا تاني، والسنه دي الحمد لله احنا في البنات محققين كل البطولات، دوري وكاس وداخلين في بطوله افريقيا اهو، ماشيين كويس الحمد لله يعني. طب ده دي حاجات ما بتتحققش لا بالصدفه ولا بالاستسهال، وراها اكيد كواليس، وراها شغل، وراها فكر ممنهج، وراها تذليل لكل العقبات. عايزين ناخد فكره كده بسيطه من حضرتك عن خلفيه هذه الانتصارات. بص يا استاذ كريم، طبعا هي الناس بتشوف الاحتفال في الاخر طبعا. ماشي، لكن احنا طول الموسم بقى لنا 8 9 شهور لا في شغل جامد وفي اعداد جامد، وبصراحه النادي موفر لكل الاجهزه بالذات من قطاع الناشئات اللي انا المفروض انا مسؤول عنه. أيوة. عندنا مدربه احمال، عندنا اعداد نفسي، عندنا مدربين على اعلى مستوى. فالسنه دي ابتدينا خطوه ان احنا نحقق فيها البطولات. السنه اللي فاتت كنا واخدين 3 بطولات في قطاع الناشئات، السنه دي الحمد لله واخدين 6 بطولات وماشيين في اتجاه كويس، واتجاه النشاط الرياضي ومجلس اداره النادي الاهلي ان احنا نبتدي ندعم فرق الناشئات. الاختيار بيتم على اساس ان انا ده هينفعني في الدرجه الاولى ولا لا، مش انا بجيب عشان ادعم فرقه. لا، انا بجيب عشان ادعم النادي في الدرجه الاولى عشان بعد كده ما يبقاش عندنا رؤيه مستقبليه بس كده. ان انا ما اشتريش بعد كده، ما عندي بطلع من قطاع الناشئات. طيب يعني برضو كابتن سامح، خلينا نروح مع حضرتك برضو لتفاصيل، لان انا برضو لما باجي اتكلم عن رياضه ما بحب ارجع، لان طالما معانا نجم سابق فيها بحب ارجع شويه للفوارق كمان الفنيه. يعني اتكلمت مع حضرتك في الفوارق في العموم، بس فنيا ازاي في تطوير حصل في هذه الرياضه؟ انا عارفه كمان زمان ما كانش في احتراف، دلوقتي سمحوا بالاحتراف، الخبرات الاجنبيه جت ضافت الى حد كبير، فكره برضو الاعتماد على الناشئين والناشئات عندنا في النادي اضافت بشكل كبير جدا. فخلينا نروح للنقاط دي لانها مهمه جدا. هي طبعا زي ما قلت دي النقاط دي مهمة، ان احنا السنة دي عندنا 4 لاعبات من فريق 2004 بيلعبوا مع الدرجة الأولى في بطولة أفريقيا، زائد ان المحترفة اللي احنا جبناها السنة دي ادت فرق أو ادت بقت بجنب البنات، بقى في سرعة في اللعب، بقى في تطور للبنات الصغيرين. فاحنا دايما ماشيين في اتجاه ان احنا بندعم الفرق الكبيرة بالفرق الصغيرة. يعني عندنا فرق 2006 مثلا اللي هي تحت المرتبط، عندنا منهم 4 5 لعيبة في منتخب 2004 المنتخب الأعلى وبيتضموا للدرجه الاولى. كوي. فاحنا الحمد لله ماشيين بالسياسه، ان هم مستواهم يسمح بكده. ما ده اللي احنا بنتجه اليه، ان دايما من اللي تحت يطلع فوق. فكره حسم السوبر الافريقي مبكرا وقبل حتى انطلاق فعاليات كاس الكؤوس، الى اي درجه هذا الامر ممكن يعتبر حافز كبير؟ بص هو طبعا احنا بطوله السوبر كانت اهلي وزمالك، نهائي افريقيا هيبقى اهلي وزمالك برضه، فاهم؟ فماتشات الاهلي والزمالك دايما في الملعب. احنا الحمد لله السنه دي كل الرياضات الحقيقه فدايما الماتش بيبقى في الملعب، مالناش دعوه ده مستوى اعلى ده مستوى اقل. أيوة. ماتش اهلي وزمالك في الملعب. بس احنا الحمد لله فرقه الاهلي السنه دي عاملين شغل كويس، واحنا شايفين المدرب عامل فرقتين. يعني انت لو الناس بتلاحظ بتنزل بفرقه بعديها بربع ساعه بتلاقي فرقه ثانيه بتلعب، والاثنين في نفس المستوى. يعني عندك اللعيب اللي في الملعب زي اللعيب اللي بره، وكلهم اعمار صغيره، فده بيدي امل للنادي الاهلي. ده ولا ايه؟ اما ده فكر اسباني، نفس القصه في الباسكت. يعني اوجستي بتاع الباسكت نفس القصه. كله اعمار صغيره وعامل فرقتين وكله زي بعضه. فده الحمد لله النادي ماشي في اتجاه ان قدام شويه ما ان شاء الله ما حدش هيبقى واقف قدامنا باذن الله. ان شاء الله. طب نروح لكاس الكؤوس الافريقي وماتش سبورتنج بقى، يعني بتشوف ايه ان شاء الله مجريات المباراه كمان كانت؟ بص هو ماتش سبورتنج زي ما قلت لحضرتك دلوقتي، ان احنا اللعيبه عندها ثقه في نفسها، اللعيبه كسبانه بطولات السنه دي كلها،
فاللعيبه بقت بتلعب على قد الماتش، يعني اللعيبه فرقوا 6 7 تجوان، الفرق اقل بقى 2 3، قاموا مرجعين الفرق تاني 4. بس سبورتنج برضو قوي، فرقه جامده طبعا. لا فرقه جامده، عندنا سبورتنج، عندنا الزمالك، فرق من الفرق التقيله اللي تعمل لها حساب. بس انا بقول ان فرقه الاهلي بقى عندها ثقه، خلاص بقى عندها ثقه ان هي في اي وقت تعرف ترجع، وده ما كانش موجود قبل كده. الروح دي ما كانتش موجوده قبل كده، بقت موجوده السنه دي، وده نتيجتها ان احنا حصدنا كل البطولات السنه دي الحمد لله. وفرصنا سوري اتفضل. لا انا كنت بس عايز اروح يعني فرص الاهلي بعد كمان امبارح ان شاء الله للفوز بالبطوله تقريبا كام في الميه من وجهه نظرك؟ يعني هو اللي انا شايفه دلوقتي واللي ماشي عليه طول الموسم النادي الاهلي ان فرصته 70 80% ان شاء الله، يعني دي نقطه مهمه ان شاء الله يعني باذن الله. باذن الله. طيب السيدات عاملين انجازات زي الفل، دوري ماشي، كاس شغال، وحاليا منافسه قويه جدا في كاس الكؤوس، فبرضو اكيد الكلام ده ما جاش من فراغ. نفس الكلام اللي احنا قلناه ان الفرقه دي طبعا الكابتن محمد عادل كان اول الموسم ابتدى ماسك الفرقه، على ما ابتدى يعمل الشغل وعلى ما ابتدى اللعيبه تفهم طريقه تفكيره او طريقه اللعب اللي هو عايزها ابتدت تاخد وقت شويه. الحمد لله على اخر الموسم في البطولات اللي هي المجمعات ابتدت الفرقه تستوعب الكلام دوت. خدنا الدوري، خدنا كاس، شايفين الفرقه في افريقيا. هي الناس طبعا يعني بتطلب من الفرقه اكبر من امكانياتها. احنا في افريقيا يا جماعه عشان الناس تبقى فاهمه، في فرقتين جامدين قوي اللي هم بترو واول اغسطس، دول ابطال افريقيا على مدى التاريخ. ماشي، احنا طالعين مع الفرقه دي فرق 7 8 تجوان، الفرقه دي كانت بتدينا 10 15 جون من سنتين ثلاثه. فالحمد لله احنا كان شكلنا كويس في الملعب وماشيين معاهم ند بند، فدي حاجه كويسه بالنسبه لنا ودي خطوه ايجابيه لقدام. فان شاء الله فريق السادات جاي، يعني الناس ما تقلقش عليه. طب احنا بنتكلم محليا، بنتكلم افريقيا، عربيا، عالميا، احنا وضعنا ايه بقى؟ هو ايه بصي، ايه البصه دي؟ كلها شجر. ايه البصه دي يا كابتن سامي؟ هقول لحضرتك حاجه، احنا لو ندي بنات نفس الدعم اللي احنا بنديه للولاد. الله، يعني احنا ما بنديش نفس الدعم؟ لا احنا بصراحه ما نبقاش ليه ده مش حاصل؟ لان هي ما فيش ثقه ان البنات دي هتعمل نتائج على المستوى العالمي. هم بيحققوا انجازات اكتر اصلا. دي القصه في كده، ان انت ادي للبنات دي سنتين ثلاثه اربعه دعم زي اللي بتديه للولاد، لا هتلاقي نتائج، يعني هتلاقي، لان احنا عندنا اجيال، لا عندنا اجيال كويسه وممكن تديك قدام ان شاء الله في المستقبل لو دعموا. بس هو لما كانش فيه برضو على الاقل شيء من الدعم المطلوب ما كانوش حققوا الانجازات دي كلها. ده احنا قاعدين بنتكلم في تفاصيل النجاحات اللي هم بيعملوها. ما انت استاذ كريم انت بتدعم نادي، انا ما بتكلمش على نادي، انا بتكلم على المنتخبات. المنتخبات يعني أوكي. المنتخبات عندنا اللي هي منتخب مصر اللي هي امل لعيبه النادي ان انا اخش منتخب مصر. صحيح، فاهم ازاي؟ الاتحاد بقى يقول الاتحاد بيدعم الناشئين، يعني بيدعم الناشئين وعندنا اجيال في الناشئين كويس وعامله نتائج كويسه. خلاص بقى كون من الناشئين دول ان تبقى عندك فرقه درجه اولى وتدعمها، ادعمها ما تقلقش. يعني احنا الحمد لله، انا الواحد بقى له 30 سنه في البلد. هل كلام حضرتك فيه اشاره ما لوجود نقص في الدعم اللي جاي من الاتحاد واللي المفروض يكون اعلى مما هو عليه؟ لا مش 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 فكره نقص، فكره ان انت الدرجه الاولى انت ما عندكش دعم كافي للدرجه الاولى، يعني ادي للفرقه دي احتكاك كافي، اقفل عليهم شويه، ما تستعجلش عليهم، الفرقه دي هتديك نتائج. لكن المشكله ان احنا مستعجلين، يعني عملنا فرقه السنه دي عايزين ناخد بيها بطولات، لا ما حدش بيعمل كده. يعني سيب فرقه تشتغل اربع خمس سنين وادعمها ماشي، وعندنا الاجيال اللي هي هتنفذ الكلام دوت، وعندنا مدربين ينفذوا الكلام ده، بس اديهم الفرصه، بس هو ده اللي احنا بنطلبه يعني. طيب بعد ما نحصل على الفرصه، بما حضرتك ذكرت، لو انا بتكلم عن عالميا ذكرت السيدات، يعني هم اللي عندنا امل فيهم اكبر، نقدر نقول يقدروا ان هم يوصلوا بشكل اكبر. طيب مع الدعم اللي حضرتك بتقوله لو هو موجود للمنتخبات، هل نقدر ننافس ولا احنا لسه بعاد مع فكره هنا التنافسيه العالميه؟ لا احنا نقدر ننافس، لان احنا عندنا في الناشئين بننافس، فاحنا لو خدنا الدعم مع احنا عندنا اثنين محترفين بره، عندنا اثنين لاعبات محترفين، لو ضمينا دول مع اللاعبات الناشئين اللي طالعين عندنا اجيال كويسه وخامات كويسه، لا ان شاء الله هيبقى عندنا امل ان احنا ننافس باذن الله. احنا عالميا احنا ايه رقمنا كام؟ لا عالميا احنا بعيد كمنتخبات، احنا بعيد، احنا بعيد قوي يعني. احنا بعيد قوي للاسف يعني. يعني ده مش حلو، ده مع ان انت بتتكلم على مستوى الانديه وتحديدا النادي الاهلي واصل كويس، والمنتخب مفروض هو مين لي كل المنتخبات، يعني الفريقات المختلفه الاكثريه من لعيبه النادي الاهلي يعني، بس ليه انا طيب ما عنديش دعم اكبر من نوادي كمان؟ ما يعني ما ده غريب، يعني انا متالق في نادي الاهلي، طب في المنتخب ليه ما فيش ده؟ ما هي الفكره برضو احنا بنتكلم على الاحتكاك، يعني لو الناس لو هترجع للمنتخبات الولاد
الولاد احنا عدينا عشان احنا قعدنا فتره شهرين ثلاثه اربعه خمسه سنه اتنين بنحتك باوروبا بره كتير وبنطلع معسكرات كتير. طب ما دي خطه بقى زي ما كريم بيقول اتحادات وغيره. هي قصه اتحادات مش انديه يعني. قصه الاتحاد لازم يبقى واقف ورا فرقه يدعمها زي فرقه انجولا مثلا. انجولا ما هي بتلعب انجولا بطل افريقيا طول عمرها وبتلعب على مستوى العالم. ليه؟ الاتحاد الدولي مدعم انجولا تدعيم كامل وواقف وراها وبتسافر وتلعب وتعمل الكلام ده كله. اي اتحاد في الدنيا لاي رياضه في الدنيا بطبيعه الحال بينشد النجاح وعايز يبقى الاتحاد ده يعني محور اهتمام ومحطه انظار ناس كتير وكيانات كتير في دنيا الرياضه. عندنا اتحاد عنده مقومات ممتازه زي ما كانت نواند بتقول لحضرتك من شويه. من قديم الازل قوام اي منتخب في اي رياضه غالبا هتلاقي نادي الاهلي رقم واحد ثم بقيه النوادي الثانيه. فانت عندك قماشه زي الفل والقماشه دي على صعيد النادي عامله شغل محلي وحتى قاري زي الفل. يعني اللي ناقص زقه. ما احنا بقى مستنيين الزقه يعني مستنيين الناس ان احنا شويه بس يعني اهتموا بالبنات شويه زياده. هم مهتمين بالناشئين ماشي بالناشئات يعني. لا اهتموا شويه بان الناشئات دول يبقى عندهم امل في الدرجه الاولى عند لاعيبه الدرجه الاولى او لاعيبه الدرجه الاولى. ما هتلعب بس ما عندهاش امل. هي هتلعب ليه؟ ايه هدفها يعني؟ فاهم ازاي؟ لازم يبقى عندي منتخب مكون ومدعوم ماشي عشان اللعيبه دي يبقى عندها هدف في الاخر. بالظبط. طب برضو تعالى نرجع على مستوى النادي بقى ونتكلم عن النادي الاهلي. الحقيقه في الفتره الاخيره كل مره بنتكلم فيها على اي انجاز بيتحقق وبالذات في دنيا رياضات الصالات المختلفه لازم ايا كان الضيف اللي مشرفنا ومنورنا لازم بيتكلم عن دور كابتن خالد العوض في هذا الاطار. فحضرتك تقول لنا ايه برضو في النقطه دي؟ بص دور خالد العوضي ان طبعا انا شهادتي في خالد مجروحه لان خالد احنا اصحاب من زمان وتاريخ مع بعض. لكن انا عارف طبيعه شخصيه خالد. خالد في اي حته بيموت نفسه عشان ينجح. وخالد اللي الناس ما تعرفوش خالد العوضي ممكن ما يكونش بيروح بيته. خالد بيقعد في النادي لغايه الساعه 3 و4 الصبح ماشي. كل ده ليه؟ عشان يعمل اللي احنا شايفينه دلوقتي. برضو انا بقول ان الناس بتشوف انجازات اللي ورا الكلام ده كله. لا في شغل من النشاط الرياضي، في شغل تدعيم من مجلس اداره، شغل من الاجهزه، شغل من رؤساء الاجهزه قطاعات. لا في شغل جامد السنه دي في النادي الاهلي وده كان نتيجته ان احنا شايفين البطولات اللي بتتحقق السنه دي. طيب هروح مع حضرتك برضو لقصه ليه علاقه شويه بكلامنا لان في الاول وفي الاخر احنا نعتبر جماهير انا وكريم. بس حضرتك من الناس اللي في الموضوع، الاتحاد من الناس المعنيه او الكيانات المعنيه. فلما باجي اقول انا نفسي اكون عالميا موجود، المنتخب بتاعي يقوى، ده بيبقى ديسيجن ميكرز اللي حضراتكم. ايه الخطوات اللي هتم اتخاذها ولا احنا بس بنعمل مطالب او احنا بنقول يا ريت؟ يعني لازم على الارض يكون في حاجه بتتم. ما هو انا الخطوات اللي بعملها على قد امكانياتي كنادي ان انا بطلع لك لعيبه منتخب كويس. يعني انا قلت لحضرتك انا عندي بطلع من 2006 مثلا خمس ست لعيبه بيلعبوا في 2004. بطلع من 2004 اربع خمس لعيبه بيلعبوا في الدرجه الاولى كويس. خلاص ده انا النادي عملت دوري. انت بقى كاتحاد دورك ان انت تلم بقى الليله دي كلها وتفضل وراها مدربين كويسين، تنقلهم اجهزه كويسه، تبتدي تديهم دعم ان الناس دي تسافر وتلعب وتحتك عشان يدولك. والاتحاد مع اختلاف الاسماء فيه على مدار الانتخابات المختلفه نفس الفكر بنفس الاداء؟ بص هو الاتحاد عامه يعني السنه دي ابتدى يدعم شويه بس مش بالتدعيم. التدعيم اللي هو ايه؟ ان انا عندي فرق. لا مش التدعيم اللي انا عايز انافس. اوكي. يعني هو بيدعم انا كشكل عندي فرقه منتخب مصر درجه اولى، عندي ناشئين، عندي شابات ده. لكن تبص الناحيه الثانيه على الاولاد، لا الاولاد بتسافر وتحتك وتلعب بحر المتوسط وتطلع تلعب بطولات في اوروبا. لا ادوا شويه من اللي بتدوه للولاد ادوه للبنات. معلش انا داخل جامد في الحته دي لان الحته دي طول عمري بنتكلم واقع يعني. لا تمام. ده اللي كان لازم تبقى عليه الامور من قبل كده اصلا. يعني هي دي القصه. الخطوه دي اصلا متاخره وبعدين غير ان هي متاخره هي غريبه حبتين يعني وخصوصا في ظل تالق المصري عموما مثلا في كره اليد في الفتره الاخيره. يعني ما كناش نتوقع ان ممكن يبقى فيه مشكله في التفصيله دي. طيب تعالى نروح لكاس العالم للانديه، بلاش نتكلم عن الاتحادات، هنرجع لها تاني لو حضرتك تحب. بس بالنسبه لمشاركتنا في كاس العالم للانديه وتوقعات حضرتك فيها ايه؟ انا شايف ان 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 الفرقه في مرحله تطور عالي مع ديفيز ده المدرب الجديد. لا الفرقه مختلفه، شكل الفرقه في الملعب بقى مختلف، عندك في كل مكان اتنين تلاته لعيبه بقى مميزين.
فدي حاجه بالنسبه لنا حاجه كويسه. طب ده تقييمنا ليهم بينا وبين بعضينا، لكن بالمقارنه بقى بالفرق اللي هيتنافسوا معاهم في كاس العالم للانديه. بص احنا عندنا اللعيبه كلها منتخب مصر، فاللعيبه دي محتكه لنفس الكلام اللي انا هرجع له تاني اللي انا كنت بقوله، فاللعيبه دي هتروح بتلعب مع فرق اوروبيه ما يبقاش فيها فرق مستوى قوي، يعني بيبقى المستوى قريب، فالماتشات كلها بتبقى في الملعب على حسب اللعيب ده موفق النهارده او مش موفق، فاهم ازاي؟ هي القصه كلها في الملعب خالص، احنا ما فيش فرق بيننا بين فرق اوروبا دلوقتي خالص بالنسبه للولاد، المسافه كلها قريبه، لان انت كاهلي او زمالك بالذات يعني عندك 6-7 لعيبه من الاهلي وست سبع لعيبه من الزمالك، فخلاص اللعيبه دي محتكه وراحت ولعبت، فمش هيبقى في فرق. منتخب قوي الحقيقه. لا احنا منتخبنا في الولاد طبعًا. لا منتخب طبعا مصنف. طيب فنيا لو هنتكلم شويه كابتن سامح، احنا كنا بنشوف واحنا ذكرنا النقطه دي في بدايه الفقره يعني سريعا بس عايزين نركز عليها اكتر، كنا بنشوف ان احنا اللعب الستايل بتاعنا احنا بنبقى بنفوز بعد كده الدقائق الاولى عفوا الاخيره هي اللي بيحصل فيها للاسف القلب بقى في الماتش او المباراه بتنقلب مش لصالحنا، بنبتدي ان احنا ما نحافظش على المستوى وبنخسر في الدقائق الاخيره، طب ليه ده بيحصل؟ يعني هل هي بتبقى ثقه ان انا خلاص خلصت انا كده المباراه خلاص انا ضامنها، يعني ليه ده كان متكرر في كذا مباراه؟ ما دي الثقافه ان انا عندي بفرح ان انا بكسب ماشي خلاص ببقى ركبت الماتش بلغه الهاندبول، فالفرقه اللي قدامي لا او السكور قريب انا بركب الماتش بركبه 10 12 13 جول يبقى ركبت الماتش، لكن طول ما انا ماشي 3 4 5 جوان اخر 5 دقائق او 7 دقائق لفرقه لو فرقه تقيله هترجع تاني. طب هي دي مشكلتنا، بس احنا ابتدينا نتدارك بقى الكلام ده دلوقتي، يعني دلوقتي ابتدينا نتدارك، هي بتبقى ثقه زياده شويه عند اللعيبه فاهم ازاي، فلما الثقه تبقى زياده بتعمل لنا دروب ان انت بتوصل بالزبط. بعد كده بنقوم نازلين للاسف، واحنا عندنا برضه مشكله ان احنا لو الفرقه اتعادلت معانا مثلا واحنا كسبانين او كسبتنا جون بنقوم عاملين كده ما بنطلعش تاني، فالفرقه عشان كده بتعدينا، بس الحمد لله احنا ابتدينا نتدارك الموضوع ده الايام اللي فاتت دي. الاحتراف واخد حيز قد ايه في العاب الصالات عندنا بشكل عام؟ انا مش بتكلم بس على كرة اليد، بتكلم على فكرة الاحتراف عموما في هاندبول وفي يد وفولي بول. عندنا في الهاندبول عندنا يعني الموضوع ده لما ابتدى يتفتح شوية من ايام الدكتور حسن مصطفى ابتدى يبقى عندنا منتخب، ابتدينا ننافس يعني علي زين الدرع هاشم الناس سند، الناس دي كلها ادتنا تقل كمنتخب، ونفس اللعيبه دي لما بتيجي بالثقافه بتاعتها اللي بره وحصدوا اشادات عالميه كمان. طبعا، وبعدين لما بتيجي بثقافتها بتخش في وسط لعيبه المنتخب بتعلي ثقافه لعيبه المنتخب، فالموضوع ده بيفرق كتير، واتمنى ان هو يبقى باستمرار ان هو يتفتح الموضوع ده شويه عشان نفيد منتخب مصر. هو مش مفتوح بما يكفي ليه؟ ما برضه مش دي بالنسبه تبقى الانديه بقى قافله او قصه، بس انا يعني قصه هو مش من مصلحه اي نادي ان ابناء النادي يتم صقلهم في دوريات قوية ويرجعوا بعد فترة انتدابهم أو فترة احترافهم في الخارج يرجعوا يعني يبقى لهم أيادي بيضاء على الفريق بعد كده؟ ما هو دي بالنسبة للعرض والطلب بقى، يعني هو اللعيبة ده هيطلب ولا مش هيطلب، يعني عندنا الدرع مثلا يحيى وسيف طلعوا، عندنا علي زين طلع، عندنا يعني لا أنا بتمنى إن أي حد بيجي له فرصة ما نبصش للماديات قوي، يعني خلي اللعيب ده يطلع والماديات هتيجي بعدين، بس خلي اللعيب يطلع هيحتاج افاده لمنتخب مصر. حتى سعره هيزيد بعد كده. سعره هيزيد بعد كده، الماديات هتيجي. طيب بص يا كابتن سامح، هو الوقت تقريبا انتهى يعني، لكن اكيد حابين انا وكريم قبل ما الوقت او الحلقه او الفقره تخلص نسمع من حضرتك برضو، يعني حضرتك عندك خبره كبيره وكلاعب سابق اكيد بيبقى فيه برضو نظره مختلفه. زي ما اقول كده نقاط معينه احنا محتاجين نشتغل عليها علشان نقدر نقول ان احنا عالميا هننافس شويه بما ان احنا بعيد قوي، انا ما اعرفش احنا الرانكينج بتاعنا كام ومش عايز اعرفه الصراحه، في حاجات لما بتتعرف بتزعل، واضح انه بيصر في الرقم يعني في حاجات فعلا ما تعرفها تزعل، فمش عايزين نعرف، بس واضح ان احنا بعيد قوي زي ما حضرتك بتقول، ونفسنا ان احنا نكون على الخريطه اكيد عالميا في اي رياضه، يعني بنتكلم اكيد في الاول وفي الاخر انت نفسك تكون بتنافس فيها عالميا، في رياضات في مصر قدرنا ان احنا ننجح ان احنا نحط نفسنا على الخريطه بصوره كمان محترمه، وفي رياضات ثانيه احنا لسه بعيد قوي، ايه اللي مطلوب مننا كشخص له خبره كبيره في هذه الرياضه علشان نقدر نقول عالميا احنا اهو موجودين او في الطريق؟ انا بطلب من الاتحاد ان هو يهتم ويدي فرصه لاحتكاك فرق البنات بصوره كافيه،
يعني احنا بنلعب وبنحتاج بس على قد البطولات، لا اهتموا شويه بالبنات، عندنا خامات كويسه في كل الاعمار السنيه الصغيره، بس عايزين اهتمام وعايزين نديهم فرصه للاحتكاك، يعني اقفلوا شويه على فرق البنات هتلاقوا منهم نتيجه وما تقلقوش. يعني انا بقالي فتره كبيره شغال في القصه في المجال ده، فانا بقول ان انتم ما تقلقوش، ادوا بس البنات فرصه وادوهم احتكاك واهتموا بيهم ان شاء الله يحصل قريب ويؤتي ثماره كمان قريب ان شاء الله. شكرا لحضرتك نورتنا، ربنا يخليك، ربنا يخليك. شكرا مسيا، شكرا ليك كابتن سامي، شكرا مسيا، شكرا. هنروح فاصل ونرجع مع حضراتكم نكمل علشان الفقره الحواريه الاخرى، وهنتكلم بقى والاخيره كمان نتكلم فيها بقى عن كل الملفات الخاصه بكره القدم، تحديدا اكيد ماتش الاهلي والترجي. فاصل ونرجع.